وصف عضو ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن شاطر الترتيبات الأمنية التي بشرت بانطلاقها بعثة الأمم المتحدة بأنها مجرد فقاعة صابون. أشار الشاطر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن الميليشيات ما زالت تمارس عملها باعتدائها على المصارف والمستشفيات وإهانتها للإنسان وكرامته بإلباس صندوق قمامة مهما كان ذنبه بحسب تعبيره. هذا فيما أكد على أن موقف المجلس الرئاسي ضعيف والأمور ليست في الاتجاه الصحيح.